وهو الذي سيحررنا من أجواء هذه الورشة وكذلك من التوصيات والاقتراحات التي خلص إليها المشاركون. شكرا أستاذ إدمان. إذا غير في المنصة ديالنا عندنا جوج رجال وجوج نساء ومع إيمان تمييز إيجابي. شكرا لمن حضر وساهم في الورشة الرابعة التي كانت فعلا يعني ورشة غنية بالحضور ديالها اللي كان الجمعية العامة للتجارة والهجرة واللجوء أيضا المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية وقطاعها الاجتماعي وأيضا بالوزارة المكلفة بالموضوع ديال الهجرة. كيف ما كتشوفوا أنه هو يعني تقرير غني في واحد مجموعة ديال الأوراق اللي الأستاذ زكي المداحي مشكورة أحد المقررين، والثاني هو مصطفى عبد الله من جمعية ديال الأجا شباب الإفريقي فكنشكرهم على التقرير. إذا أمشي مباشرة للتوصيات التسع التي تم استخراجها من خلال النقاش ديال هذه الورشة، واللي يعني بشكل كلي اعتمدنا ما توصلنا به من طرف المنظمين في البرنامج، فهي اجراءات جد ايجابيه. بالنسبه للتوصيه الاولى واللي هي اولويه بالنسبه للورشه، انه يجب الحسم في الوضعيه القانونيه للمهاجرين، بدايه المهاجرين واللاجئين، والمعرفه اي سله الخدمات المقدمه من طرف الجهات المعنيه. كما كتعرفوا بان الكثير من المهاجرين هم في وضعيه غير قانونيه مما يحرمهم من الولوج الى الخدمات المقدمه، واشكالات يعني اللي كتصاحب يعني الاطفال اللي هما واخا الاباء ديالهم ماشي في وضعيه قانونيه وهما كتخول لهم انهم يوجهوا للمدرسه العموميه، ولكن هناك اشكاليات تم طرح مجموعه من الاجراءات من اجل المواكبه ديال هذه الفئه. المساله الثانيه واللي هي جد مهمة بالنسبة لهذا الورشة هو توحيد برامج الهجرة بالنسبة للجهة. فالجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة يعني اشتغلت على المخطط العمل الجهوي للهجرة والتنمية واللي كان في شهر 6، ثم تم مصادقة عليه في يناير 2020، واللي كيهم هذا المحور ديال الهجرة، وكان فيه 7 محاور اشتغلت الجهه مع باقي الشركاء مع الوزاره المعنيه بالهجره مع وزاره الداخليه، وتم اعتماد واحد البرنامج جهوي. اليوم هناك برنامج اللي هو المخطط العام الجهوي اللي هو المخطط العام الجهوي لتعزيز الادماج وتكافؤ الفرص 2019-2020، وفي احد محاوره هو محور الهجره. فبما انه البرنامج يتكامل ومؤسسه واحده مع الشركاء ديالها، فيجب توحيد هذا الدمج ديال هذا الجوج ديال البرامج. المسألة الثالثة هي إدماج اللاجئين والمهاجرين في البرامج المقدمة للمغاربة في وضعية هشاشة، معنى أنه ناقصين بالنسبة للمهاجرين جميع البرامج ديال الدولة المغربية الموجهة سواء مثلا الآرامي، سواء برنامج تيسير، سواء واحد مجموعة ديال البرامج اللي كتهم يعني المغاربة في وضعية هشاشة، أنها تفتح لها المهاجرين واللاجئين. التوصية الرابعة اعتماد مكتسبات الجي تي بي، وهي واحد المجموعة من الحماية ديال المهاجرين، وكتشتغل فيها واحد المجموعة ديال الجمعيات اللي كتشتغل في هذا الموضوع ديال الهجرة مع القطاع الخاص، مع المؤسسات، مع المؤسسات الدولية. هناك مكتسبات في هذا الموضوع هذا، معنى انه مزيان انه مثل هذه المنظومات، هذه البلاتفورم، انه يتم اعتمادهم من طرف الجهه في الاشتغال على هذا الموضوع ديال الهجره واللجوء. المساله الخامسه هي تفعيل المنصه الجهويه للحكامه في موضوع الهجره واللجوء، معنى انه تكون عندنا واحد البلاتفورم اللي فيها جميع الشركاء، جميع المؤسسات، جميع المصالح الخارجيه بما فيها الولايه، معنى انه يجب توحيد التدخل على المستوى الترابي من جميع الفاعلين باش يكون فعلا واحد تنزيل هذه البرامج كيحترم معايير الحكمه وايضا التقنيه. سادسا اعتماد بحوث علميه في موضوع المهاجرين واللاجئين على مستوى الجهه، لانه فعلا
الموضوع ديال الهجرة هو موضوع بشري، موضوع إنساني مركب، يعني كمثله من القضايا اللي كتهم الإنسان، فيجب مداخل سوسيولوجية يعني من أجل مقاربة هذه الظاهرة الإنسانية. رقم 7، وهذا اللي خلى النقاش ربما رقم 7 حوزاتها النقاشات اللي كانت كتهضر على ما عندناش لا فورماسيون، ما عندناش معدلات، ما عندناش مؤشرات. هناك ديفير مؤسسات خدامه وعندها معطيات مختلفه من اجل توحيد هذه الحاله الراهنه ولا هذه المؤشرات اللي كاين على مستوى التراث، اعتماد او احداث مرصد جهوي لتتبع تطور مؤشرات الهجره واللجوء وتقييم البرامج والسياسات العموميه على مستوى الجهه اللي كتكون عنده يعني تقارير سنويه. وهذا الشيء داب على مستوى البيئه، فكاين اغيتي سامي مسيو الوالي على المساله ديال البيئه والتنميه المستدامه، فهناك لجنه تم احداثها بقرار السيد الوالي وفيها جميع المتدخلين، وكيبدا هذا المصدر هذا كيعطي تقارير سنوية في هذا الموضوع هذا، وكنناقشوا اللي هما في هذا المنصب كيناقشوا التطور ديال المؤشرات بشكل علمي وبشكل دقيق. مزيان انها تكون مثل هذه التجربه على مستوى الهجرة واللجوء. ثانيا، تنظيم حملات تحسيسيه فاعله. هذه فاعله جات لانه هناك عمليات ولا حملات تحسيسيه اللي اصبحت متجاوزه للفلاير وهذا، فكاين الان يعني عد الامور الالكترونيه تم ذكر سمارت فون ديزابليكاسيون ديال التحسيس بالمساله ديال الهجره واللجوء. اخيرا، احداث شباك وحيد لانتاج ادوات التواصل. بغينا انه جميع الفاعلين يكونوا كيساهموا في هذه ادوات التواصل، هذا الفلاير او هذه البرامج او هذه يعني الادوات اللي تم اقتراحها في هذا البرنامج، انه تكون على شكل يعني كآلية تكون شباك الوحيد. فعلا